ومن أخبارنا الاجتماعية نمشي والأخبار الثقافة، وين أعلن وزير شؤون الثقافية محمد زين العابدين اليوم لحد في زغوان مدينة للحضارات ومدينة للفنون، وكان ذلك خلال كلمة ألقاها في اجتماع بالمبدعين والمثقفين بساحة الفنون اللي تم تدشينها اليوم. هذا واستنكر الوضعية الحالية لمعبد المياه بزغوان، وأكد أنه يستحق الكثير من الاهتمام ويعيب على مسؤولية الجهة وجود مكتبة عمومية مغلقة بمنطقة سمنجة وعدم إعلام الوزارة بذلك.